مشاهدي متبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد ودائما من الدار البيضاء. ولحظات قبل أذان بشوارع الدار البيضاء، كيفاش دايرك؟ خصوصا الشوارع الكبرى، اخترنا لكم هذه المرة الشوارع الكبرى، مجدولين بين سيرو نعسو. كاينين ناس اللي محتاجين اننا نبقاو منسينهم هذا الليل، حميد مديح شكرا، صباح النور. فين هاد المدينة؟ الله يرحم الوالدين، سعيد الحيطي. هذه مدينة الدار البيضاء وكنتواجدوا بشارع المقاومة. غادي نحاولوا نديروا واحد الجولة في أهم وأكبر الشوارع مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا كاين واحد شويه ديال الضبابه في هذا الصباح، اذا الجو غدا ماشي غدا يعني بعد ساعات من الان غادي يكون الجو ساخن جدا ابتداء من البارح، و كانت ضبابه كثيفه بجنبات الشاطئ الساحلي عين دياب، وكيف كتشوفوا باقة الضبابة حتى الحدود هذه الساعة، الساعة تشير إلى 5 صباحا. شكرا سي يوسف اللي قالنا الله يعاونكم، كنشكروك. نحاولوا نديروا واحد الجوله بالقرب من المستجدات المركزيه مدينه الدار البيضاء، بحيث اذا كان شي حد خاصو شي مساعده ولا شي حاجه نقدروا نكونوا قراب حتى يتصل بقناه شوف تي في، نكونوا قراب اننا نقدموا له يد المساعده ونرشدوه على الاجراءات اللي خصو يدير باش العلاج في احسن الظروف، خصوصا وان بعض المرات كتلقى غير داك حارس الامن الخاص هو اللي كيكون كيتولى في هاد الاثناء، خصوصا في هاد الصباح الباكر كيتولى التكلم باسم المستشفى. هذا ماشي كنعممو ماشي ديما، ولكن العدد من الحالات اتصلوا بنا وقال لك بانه الحارس الامن الخاص كيمنعه انه يدخل المستشفى ولو انه في حاله خطيره ولا حاله كتستدعي انه يتلقى العلاج على الفور، ودخلنا مع المسؤولين ديال المستشفى وبالفعل اتلقى العلاج
أمنا أمنا واحد الحالة الله يستر ديال ما عرفناش واش مغا ولا شنو ولا جنية ولا شنو هي هادي اللي فهاد الخمسة ديال الصباح واقفة في هاد المفترق ديال الطرق بهاد الملابس الشفافة بزاف تبارك الله السي العلوي بغيت نقول السي العلوي إذا لم تستحي فقل ما شئت إمام كل شيء ناس أكيد أنس الحمدوني هو اللي قال كل شيء ناس بالفعل كل شيء ناس ياسين امكا امكايس صباح النور يوسف وسادي ميرسي اي بون كوراج ميرسي افو بالفعل متابع كتب بان الحمد لله الفساد نقص اش من بلاصة هذا شارع عبد المؤمن بالقرب من مستعجلات 20 غشت
رحمك الله هشام، اهلا خويا كدير، شكرا على المتابعه. كبيرة للناس ديال الأمن الوطني اللي كينتمي لهم هذا الأخ المشاهد اللي كيتابعنا واللي هو صديق عزيز. تحية كبيرة للناس ديال الأمن الوطني والناس ديال الدرك الملكي والناس ديال الوقاية المدنية والقوات المساعدة وكل المغاربة الغيورين على مصلحة هذه البلاد واللي كيسهروا على أمن وطمأنينة المواطن في المكان في ربوع هذه المملكة من طنجة حتى القويرة. وكعادتنا نقول لكم انتظرونا في مباشر آخر، احنا باقين فايقين معكم، بقوا فايقين معنا.